My late mother just rose from the dead, and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own daughter. Did you ask her why? بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. هذا اللقاء الرابع. مبدأ اسمهم دروس لأنه زي ما حكينا مو step by step، ولكن هم عبارة عن مجموعة دروس عن موضوع كيف نجهز السين وكيف نشتغل بالانيميشن داخل برنامج المايا. هذه البنت أنا سترت عليها، حطيت التنورة تبعتها في لاير لحاله وسكرت عليه، وجسمها هون لبسته ملابس بس غيرت لونهم على اخترت الجسم نفسه، واخترت اي مثلا فيس من هذه الفيسز، مجموعة فيسز من هون مثلا اخترت هذا، وشفت مع دبل كليك على هذا المكان حيختار لي اللوب كامل حول الجسم، بعدين كبست عليه رايت كليك وضلني كابس مع كنترول رايت كليك وجرو سيلكشن وجرو. اوكي نرجع مرة ثانية، كنترول مع رايت كليك وجرو سيلكشن وجرو، صار يكبر السيلكشن. عشان اكرر الحركة بسرعة بدل ما اروح على الكنترول مرة ثانية، بكبس حرف الجي، جي من جوجل. اوكي جي كم مرة، جي كم مرة، جي جي، هذه الطريقة كبر. بعدين رايت كليك واساين نيو ماتيريال، حيطلع عندي هون ماتيريال واعطيتها ماتيريال جديدة. اوكي نرجع بعد ما نخلص على اوبجكت مود، وهذا اللي عملته. بالنسبة للكرسي بس عملت مستطيل كبرته وكررته بهذه الطريقة، وبعدين عملت نسخة فوق ونسخة تحت على اساس انه يبين انه كرسي. ما بيهمني الاشياء اللي مو مبينة اللي تحت الكاميرا، اللي وراء الكاميرا ما بتهمني ابدا. انا بيهمني هون مقاطع الكاميرا يبين جزء من الكرسي من فوق، وهذا كفاية علي. اوكي ماذا فعلت ايضا؟ الكاميرا حركت فيها شوي عشان تيجي بمكان الصح. هون كملت مشيتها كيف مشيتها زي ما حكينا، وطبعا ما بعمل فول ووك سايكل او فول ووك واعمل يعني هون التفاصيل تاعت الفوترول والكذا، لانه صراحة مش حتبين ابدا بالكاميرا. ممكن تعدل عليها بعدين تعطي شغل احسن طبعا لو تبدي، يعني كيف اعدل عليها بعدين نحكي لما نوصل عندها. هلا مبدئيا انا بس حطيت خطوات، ما رفعت اجرى حتى عن الارض، لاحظ رجلين فقط، لاحظ الرجلين كيف تحركوا على الارض. طبعا بدها تعديل كثير، ولكن انا اهتميت كيف اعمل البيس تبعت الخطوات اهم شيء، وهذا الكنترول تبع وسط الجسم اللي هو الهيب اهتميت فيه كثير، بانه يمشي على مثلا ترانسليت اكس اللي هي يمين وشمال حول الكاركتر وهو ماشي. لاحظ هذا الاتجاه، لا هذا اتجاه الاكس اللي هو ترانسليت اكس اللي هو من الامام للخلف. ايوه الامام للخلف. اوكي اخترت ترانسليت اكس، واهتميت بالترانسليت واي اللي هو الابس اند داون، هذا واي كمان. ايضا لاحظ ان في ابس اند داون بشكل قريب عن بعض، طبعا بده تعديل كثير وبده تنظيف، ولكن مبدئيا يعني عندي كانت الخطوه هنا والخطوه عند 20 حكينا، بالوسط بينهم اول شيء بتعمل داون. اوكي بعد مثلا بعد خمس خطوات مثلا بتعمل داون. لاحظ هون لو رفعت هاي للاعلى هتلاحظ انها اوكي لانه البدايه تاعتها صح، بدت من داون بعدين رفعت اب بعدين نزلت على كونتاكت بعدين داون. ايوه هذا اللي اخترته. اول شيء كانت بالاب بال تقريبا وسط، بعدين طلعت اب. اوكي لانه الخطوه الاولى كانت مو كامله، الصوت لاحظته عند 20 بعدين اوكي تقريبا، بعدين هنا الكونتاكت بعدين داون. اوكي هذا الكونتاكت تبعنا الوسط، لاحظ هون ان كل ثلاث خطوات حتلاحظ هذول الخطوات تقريبا قريبين من بعض، هي 1 2 3 هذول الثلاث خطوات. اوكي بعديها مباشرة بتنزل على داون بعد الكونتاكت، الكاركتر هذا الطبيعي تبعه على ترانسليت واي. لاحظ هذا داون وهذا داون وهذا داون، احركهم مرة واحدة، لاحظ انا بحركهم بأي اتجاه. إذا عشان بدك تضبط الحركة تاعتهم اكبس شيفت وحرك لتحت فقط، كيف بتصير ما تحرك اليمين وشمال، فقط تحت
مش ما تعطيك كي فريم. لاحظ هنا الكيات. اوكي لو حركت ميدل كليك بدون كنترول لاحظ حتعطيك كيات زيادة لانه اعطت كيات. مو هلا احنا بدنا نعمل الان بتوين، احنا بس نجرب نعمل البيس تبعتها. من اهم الاشياء بالخلوق سايكل اللي هي ابس اند داون. اوكي وعندنا كمان ترانسليت زد اللي هي بالاتجاه الامام الخلف. اوكي لاحظ كيف سرعته لازم تكون متناسقه نوعا ما تمشي. بعدين هون بطأت شوي لانه في عندها كيرف هون وصلت عند النهايه وبعدين بدات ترجع. اوكي لاحظ هون حركت جزء منه، طبعا نظفته كثير لانه راح يطلع معك فيه كثير خطوات ما لها داعي ونقاط وكذا، بدك تنظفه وتظبطه. وايضا ترانسليت اكس اللي هي يمين وشمال مظبوط، اللي هو الكاركتر يحط وزنه على الرجل اللي على الارض. هنا بدايه وسط بعدين شوي صارت على هذا، لازم يميل على الكاركتر على رجله اليمين في هذا المكان. اوكي لاحظ هون عندنا مال مباشره على رجله اليمين. اوكي بهذه الطريقه وبعد كذا خطوة هون ايضا رح يميل على رجله الاخرى. ممكن هون نستعجل في الحركة هذه اساس انه يميل ياخذ وزنه مباشرة على، وهذه ممكن نزيدها اكثر. والبداية دايما لا تخليها بشكل مستقيم، خليها مع اتجاه الحركة اساس انه لا يبدا الشغل كأنه مستني انه يلا اكشن ويبدا يتحرك الكاركتر، لا بده يكون اوريدي بيتحرك. اوكي اوكي اوريدي لو كان مستقيم يبين كانه الان بعد فريم واحد بدا يتحرك، لا احنا بدنا اياه اوريدي هو بيتحرك. اوكي اوكي لاحظ كيف يمين وشمال، بعطيت حركه بسيطه للايدين عشان شو اسمه وشويه اكسبريشن انه كيف غضبانه وهي تتكلم. لسه ما عملت ليب سينك ولا عملت اي شيء، ولكن خلينا نشوفه مع بعض نشوف وين وصلنا. My late mother just rose from the dead, and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own daughter. Did you ask her why? My late mother. طبعا هذا أبطأ من السرعة الحقيقية. كيف نعرف إنه سرعة الحقيقية أو لا؟ في عنا frame per second لو طلعها هون. Rose from the dead, and surprise, surprise, she's the. هون عنا frame number. كيفنا نعرف احنا اي فريم نمشي؟ هون مكتوب احنا فريم 65، هذا رقم الفريمز. كيف نطلع هذه المعلومات الموجوده حالها؟ احول الشاشه، رحت على ديسبلاي وعلى هيدز اب ديسبلاي، في عندنا كاميرا، في عندنا كاميرا نيم اكيد انت عارفها. هون لو كبستها على جنب، خلي اول شيء على الخطين هذول اكبسها عشان تشوفها على جنب وتشوف شو الاشياء اللي ممكن تخفيها وتظهرها. هون الكاميرا نيم، هون اللي هي برسبكتيف 1. وفي عندنا بالنسبة للانيميشن أين أنت؟ فريم ريت. فريم ريت مهم مرات تشوف فريم بير سكند على أساس إنه تشوف الكاركتر بيمشي معك بسرعة حقيقية ولا لأ. لو عملت بلاي أبطأ بكتير، يعني إحنا عاملينه 24 فريم بير سكند، فهذا تقريبا ربع أو ثلث السرعة الحقيقية. She left me, her own daughter. Did you ask her? ايش اللي بيخلي الكاركتر الفريم ريت ابطا من الحقيقي؟ اللي هو السين عندك بكون اثقل من امكانيات الجهاز يمشي بالسرعة الحقيقية. ولكن احنا الموضوع عندنا محلول بانك تعمل بلاي بلاست. شو البلاي بلاست؟ انك تختار السين اللي بدك اياه، تعمل رايت كليك عليه وتعمل بلاي بلاست. قبل لا تكبس بلاي بلاست ادخل على الاوبشن وحتشوف هون بعض الاوبشن المهمة. اكبس على ناخذ نفس الاوبشن اللي انا عندي. اوكي اول شيء فيو، وشوف هون الفورمات كويك تايم كيو تي. اذا ما عندك كويك تايم بكون البرنامج اصلا كويك تايم مو عندك، فبنصحك تنزله. كويك تايم مهم يكون عندك. وبعدين الانكودينج هذه مهمة، اتش دوت 264 مهم كثير. في عندنا 61 وفي عندنا كذا، هاي مهمة لانه بعطيك كواليتي حلو بنفس الوقت حجمه صغير. الكواليتي 100% خليه. وعندنا هون الكاستم ديسبلاي سايز، ممكن نجيبه من فروم ويندو بصير يعطيك اياها من نفس الويندو اللي انت عليها هون، او تعطيك اياها من ريندر سيتنج. من الريندر سيتنج بدك من الريندر سيتنج اللي هي هذه الاوبشن،
تكون عندك هون، انت تختارها على الكومون، تنزل تحت على هاي 520 ممكن تخليها من الريندر سيتنج، ما بتفرق معك. اوكي، وعندنا ايضا السكيل خليه 100%، وعندنا هذه فريم بادنج 4، هاي هذه عشان اعطيك كم صفر جنب الواحد، مو كثير مهمه. في عندنا سيف تو فايل، سيف تو فايل عشان تخزن لك اياها، وهي بتسيفها بالعاده زي ما حكينا باول او ثاني درس، انه لما البروجكت ويندو حتسيف لك اياها داخل موفيز. اوكي، انتبه، فولدر اللي اسمه موفيز داخل الفولدر اللي سميناه 11 سكند كلاب اللي حطيناه على الديسكتوب، حتسيفها هناك. واسمها، هذا اسمها اللي هو نفس اسم الفايل اللي معك عندك اصلا. طيب راح اكتفي بهذا الدرس. في الدروس القادمه لو انا ما طلعت صوت وشفتني بشتغل، حيكون احسن وحمل تسريع للفيديو عشان بدون ما اتكلم، بس عند توصل المعلومه بمسرع. بحكي التفاصيل وقت الدرس، ممكن اسرعه حسب مدته، اذا كان مدته مثلا ساعه ساعتين هخليه اقل بكثير، ممكن اسرعه 4 مرات او كذا، فان شاء الله في وقتها نتكلم. هذا كل ما لدي بالنسبه لهذا الدرس، وان شاء الله نراكم قريبا. السلام عليكم. My late mother just rose from the dead, and surprise, surprise, she's the devil. You don't know for sure that she's a thief. I know for sure she's a liar. She ran out on my father, Trudy. She left me, her own daughter. Did you ask her why?